وعلى طاري الصلاه والفقد هذا 29 رمضان 28 ليله 29 قبل عيد رمضان هذا. خويك الله يرحمه. خوي توفى مخلد الله يرحمه ويغفر له. الحين كم احنا شهر 12 تقريبا كم شهرين؟ احنا شهر 12 صح. يمكن احنا 16 الحين 12 تقريبا اتوقع او 15 بيكمل شهرين او ثلاث اشهر والله ما ادري. الله يرحمه. الله تدري شوف رايح الكويت مودي امه كنا مستلمات الفقد. بقول لك قصه عاديه. ودي ام الكويت وخوي الثاني كان بالكويت من اهل الحفر. قالنا بنروح للحفر نودي ثيابنا حقات العيد ونجيب اغراض نرجع. نزل امه نام صح رجع على الحفر قرب نص الطريق بعد يمكن مشى 50 كيلو كذا يصدم يتوفى على طول. جاوا نقل اللي يسمونه سعاف طاري الهليكوبتر تاخذه تروح المستشفى. هو توفى بوقته والثاني قاعد بالعنايه. دخلت برنامج وهو ما زال بالعنايه. كم عمره؟ كبره كله. دخلوا العنايه داخل العنايه هذاك توفى بوقته دفنوه بالكويت. يعني كم؟ عمره 20. الثاني جاو كسر بالفخ كسر بالضلوع نزيف بالراس ولد ما شاء الله وجهه سمح يعني بشوش الله يرحمه كسور برقبة يعني وضعه حيل. يمكن كيف صحته الحين؟ سيارة الفورد جاي كذا ملابسه بالعيح ملابسه بالعيد مطشرة يمين يسار الشارع زي المهم. دخلت البرنامج هو ما زال بالعناية وبدأت البرنامج حتى كنت أسأل بعد الصلاة ويمكن كم واحد يدري الموضوع هذا شايل يعني هم اللي دب العناية. أخوياك معي بالجامعة هذا والثاني ما دخل جامعة اللي توفى الله يرحمه. هذا معي بالجامعة دخلت برنامج أفكر هذا الحين شلون منه مع الأيام نسيت. يوم أطلع سيدة تذكرته وأدخل أبحث عنه إلا رجال الحمد لله وضعه زين الحمد لله يعني طلع من العناية بس حد الآن بالمستشفى لأنه كسور مو طبيعي رقوبة عنده مسوي له عملية. سووا له عملية اللي هي رجلين كلها مكسرة كلها صياخ كلها يمين ويسار. سووا له عملية رقبة بقى الراس في عملية بيسوونه له الأيام الجاية يمكن سووا له ما أدري والله. وش السبب؟ يبي يلحقون عشان المنفذ ما يصير زحمة عشان يودون الملابس ويرجعون مره ثانيه. انا على ولد هذا الحمد لله ان خويي اللي توفى مودي لامه ومودي امه دق عليه اللي بكويت قال مش لا الحفر نرجع. نزل امه رجع انا خلى امه هناك معيده حزينه. يا ربي يرحمه ويغفر له ويشافي اخيه ويشافي مرضى المسلمين. مو اخو خويي الله يرحمه الله يرحمه ويغفر له ويسكن في السيح جناته ويلهمه لو ذوي الصبر والسلوان. السرعة هذه عندي لو السفر 7 ساعات أخليها 10 ساعات أحسن لك. فضل من الله أول شيء فضل من الله قل فضل الحمد لله الحمد لله.